الفرق بين الفاشل والناجح هو ان الفاشل نهار موتيفيك يمشي لاصال يضرب البارة، نهار ما فيش كي قلت ما فيهاش وحنا بنادم عادي نورمال ما يمكنش تبقى موتيفي الشهر كامل امبوسيبل. ناجح لا، ناجح داير واحد الخطه واخا تكون اللي بغى يطريطر كدو معاه يقولك شوف عندي ساعه ديال القرايه خصني نمشي نجلس في القهوه، الا ما ضربتش الساعه ديال القرايه راه غنتبرز. خصو يجلس كيمشي يجز الكتاب ديالو يقرا، علاش؟ عارف راسو الا ما قراش غيفرط في راسو. واهمال كيديك الاهمال، من اهمال في حاجه غيديك اهمال حاجه اخرى، داير بحال السرطان وكينتشر. صافي بديت واحد الاهمال صغير غير دخلت للدار تقشيره لحته ما حطيتهاش في بلاصتها، هذاك الاهمال غيديك الاهمال اخر، ولكن انضباط غيديك الانضباط اخر وغينسبيريك ان حياتك كلها تكون منظمه. وما كندويش معاك كنقول لك بانني ما كنتفرجش في المسلسل ولا ما كنتفرجش في نتفليكس، والانسان الناجح ما كيمشيش كيجلس في القهوه باش يتفرج في الشامبيونز ليغ وتفرج في الماتشات. حتى انا كنتفرج في الماتشات، ولكن نهار نتفرج في الماتش ونعرف راسي الصباح ديالي ما درتش الخطه كيجيني تاني بالضمير. نهار كنفيق في الصباح وندير المسائل ديالي الامور ديالي مزبوطه، ما فرطتش في, 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 في الدين ديالي، ما فرطتش في الصحه ديالي، ما فرطتش في الكاريير ديالي، جلست درت السويعه ديال القرايه، في العشيه كنجلس نتفرج في الماتش ديال الشامبيونز ليغ كنستاهلو لاني زيرت راسي وانضبطت ودرت الخطه ديالي. في العشيه من حقي انني نجلس واحد السويعه نتفرج في مسلسل، من حقي انني نجلس نتفرج في نتفليكس، من حقي نخرج مع صحابي تفرج. فاش غينفعني في داك التفرج؟ ما غينفعني في والو، ولكن غنديفولا، من حقي نديفولا. وانت علاش غديفولا وانت ما درتي والو؟ كاين الانسان اللي السيمانه كامله ما دار فيها حتى زفته، كيجي نهار السبت كيقول خرجوا نشطوا غنحتفلوا. اش غتحتفل؟ باش غتحتفل؟ حنا مع الاحتفال، حنا ماشي ضد الاحتفال، حنا مع الاحتفال. ولكن الا جيت انايا ضربت عندي هدف، الهدف اللي قلنا قبيله ديال 10000 درهم ضربت عليه تماره مده سنه ووصلت للهدف ديالي، حبس واحد الشهر والله لا درت شي زفته، احتفل اخويا من حقي كنحتفل. ولكن نحتفل كل سبت، باش كتحتفل اسمح لنا؟ باش شنو كتحتفل؟ حط البرنامج ديالي، البرنامج ديالي هو اللي كيخليني نزيد لقدام. الا ما كانش البرنامج ديالك ومشيتي بالاعتباطيه، اليوم موتيفي غتخدم، غدا ماشي موتيفي ما غتخدمش. وكما قلنا عقلوا على هذا، هو الفرق بين الانسان الناجح والانسان غير الناجح. الا كان عندي البرنامج كنفيق في الصباح مدمر ما فيه ما يتشاف، كنجي للبيرو كنشوف شنو عندي ما يدار، عندي السويفي ديال ليكيب ديالي كنهز التليفون كنعيط لهم فلان فين غبرتي، فلان فين غبرتي، وانا لداخل مدمر ما فيه ما يتشاف، ولكن كندير الخدمه اللي خصني ندير. الدمار خليه للدار، رجع للدار تشكى دمر مع راسك، خدمتك خصك دير، عندك شي حوايج مقادهم وفاش كنتي محمس حطيتيهم، جيتي حضرتي المحاضره تحمستي قلتي انا باغي نطور راسي مثلا في البيع، مشيتي خديتي كتاب ديالاش ديال المبيعات داكور، عطيتي داك الكتاب حداك، داك الكتاب قلتي شنو كل نهار غنفيق في الصباح عندي ساعه ديال القرايه غنجبد غنقرا داك الكتاب، غتقرا النهار الاول النهار الثاني الا ما كنتيش داير خطه، النهار الثالث ما غتقراش، النهار الرابع ما غتقراش. وحتى الخطه فاش كنكون دايرها كتخليني كنحمي راسي من الحماس الزايد. اش كيقول لك في الدين ديالنا؟ كيقول لك خير الذكر ما قل ودام، ما قل ودام، دوام السي محمد. حنا عندنا ماراطون ما عندناش سباق ديال 100 متر، دونك كنجي انا كطرى ليا شخصيا كنهز كتاب كنبدا نقرا، كيعجبني السوجي كنتحمس كنقول اش غندير، نضرب والدين بابا كامل شي قبيله ضربتيه كامل ما غتقراش الغد ليه، درتي ساعه قرا ساعه وحبس، نضابط على الخطه اللي درتيها. داك الحماس الزايد كيضرب لك كلشي في الزير، غير ساعه في النهار، ولكن ديك ساعه على ساعه على ساعه على ساعه على ساعه غضرب واحد الشهور يجي يجلس معك شي واحد غتقريه واخا هو دكتور على لي برودوي. عندي مشكل في الهضره مع الناس، غندير تحدي بيني وبين راسي، كل نهار نهضر مع واحد غير واحد، راه ما خصناش نحقروا داكشي الصغير، راه ديك الفكره ديال انني نضرب 100 دقه وحده ما خداماش، راه غير واحد، غير واحد في النهار كدير الفرق لكلشي. ولكن كما قلنا الدوام، واحد اليوم دا واحد بعد غدا، غير درت 10 في النهار نقدر ما نقدش عليها بالريتم ديالي، نضرب سيمانه نحبس، غير واحد معلومه جديده ونبارطاجيها مع واحد السيد، حيت فاش المعلومه كتشدها الا ما استعملتيهاش كتمشي. راه مسكينه الوالده ديما حاقر عليها، ادخل لبيتي قرا شي لعبه ونخرج عندها، عرفتي شنو لقيت؟ اجي سمعي سمعي سمعي، الا ما قلتش لها غتمشي المعلومه، خصني نقولها لها. يعني شنو؟ كتعلم وكتعلم بلا ما تشعر. فاش كتعلم وكتعلم شي واحد، معلومه كتلصق عندك في السوبكونسيون، عمرها ما غتخرج من السوبكونسيون ديالك، تكرار. داكور؟ دونك تخطيت شنو قلنا؟ قلنا لي غوسوغ نشوف راسي ونكون واقعي مع راسي ما نكذبش، واقعي مع راسي. هاد السيده عجباتني، فاش قلت كاين واحد اللي مساعد واحد ما مساعدش قالت لي انا، وهذه نقطة صعبة، هذه كتخص واحد لو كوراج ان بنادم يعترف بانه، واول نقطة باش نصلح شي حاجة هو نعترف بان كاين شي حاجة ماشي هي هذه. فاش كنعترف كنخدم دماغي بلا ما نشعر كنبدا نصحح، كنشوف الحوايج اشنو خصي، شنو الحوايج اللي قاد عليهم اللي نعرف نديرهم نوظفهم، الحوايج اللي ما قادش عليهم خصني نتعلم عليهم باش نولي قاد عليهم، ونبدا نخدم على راسي. نسى لي الفلوس، نسى الفلوس، حين اون فوا خدمتي على راسك بلا ما تشعر، حاجة كدير حاجة خدمت على راسي وليت مقنع، اون فوا خدمت على راسي غضرب واحد الشهور بلا ما تشعر وليتي مقنع، ولا الديسكور ديالك ناضي مباشر، اون فوا وليتي مقنع ولا الديسكور ديالك مباشر غتولي خصك شنو؟ غتلاقى مع الناس، وليتي كتلاقى مع الناس والديسكور ديالك مباشر غتبدا تستقطب كثر، بديتي كتستقطب كثر اوتوماتيكمون الفلوس غتبدا تجي غير بوحدها، فهمتيني؟ يعني ما نركزش انايا على الفلوس، نركز على المهارات اللي غديني لديك الفلوس. الا جيت انا باغي نقطع واحد الواد وبقيت كنركز على الجهه الاخرى عمري ما غنوصل للجهه الاخرى، ولكن شنو غنركز؟ غنركز على الطريقه اللي غتوصلني، خاصني قنطره، اجي نبني القنطره باش نوصل للجهه الاخرى، ما بنيتش انا القنطره وبقيت مركز على الهير عمري ما غنوصل. دونك نسالي الفلوس، نشوف اللي غيوصلني لديك الفلوس، وهاد الامور هذه كتخص كل واحد، ما نقدرش انا نجي ونعطيك خطه اللي غتخدم
عليك انت بالضبط. حيت الا جيت نديرها راه خصني نديرها مع 10000 واحد، راه ما يمكنش، خاص كل واحد يجلس مع راسو ويقاد الامور ديالو داكور. من فوق كنحط الخطه ديالي، الخطه ما عندها حتى معنى بلا شنو، بلا فعل، بلا فعل. انا جبت الخطه بحال قلت شي جا واحد المدرب حط واحد الخطه واعره واللعابه ما جاوش، شكون اللي غيلعب الماتش؟ الخطه باش نافع ما نافعتش. جيت انا جبت واحد الانجينير وواحد الارشيتيكت ودار لي الخطه باش نبني. اها وفين هما البناء؟ الفعل. هنا الفعل فاش كندير هادشي كامل غنجيكم واحد النقطه اساسيه اللي هي فشل. حنا كشركه هنا عندنا ان بلون استراتيجيك ياك، دوينا على الهدف الكبير الحل. كاين ان بلون استراتيجيك اللي هو التخطيط اللي كنديروه في الشركه ديال 5 سنين 10 سنين، وكاين ان بلون اوبيراسيونيل اللي هو ديال هذا العام. وهذه الخطه اللي درناها على حساب هذا العام على حساب الشركه تبدلات ثلاثه المرات. حنا دابا في شهر 6 يعني كندوز الفعل وكنبدا خدام، كنبدا نكتشف الاغلاط ديالي، كنبدا عينيا كيتحلوا على بزاف ديال الحوايج. كنرجع شنو كندير؟ كنشوف ان الخطه كاين شي حوايج اللي ماشي هما هادو، كنصحح الخطه ديالي وكنبدا خدام عاوتاني. من فوق عاوتاني كندير شي غلط ولا شي حاجه كنرجع نصحح الخطه ديالي. حنا في الخدمه ديالنا هذاك الغلط كنسميوه فشل. والانسان الناجح عارف بان الفشل ضروري النجاح. كيقول لك باش تعرف كيفاش تنجح خصك تفشل، فهمتيني؟ دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه كان كيقول واحد العباره زوينه، كيقول لك لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. معنكش العباره شويه ياك، شنو المعنى ديالها؟ لو ما كانش المرض الصحه ما عندها حتى معنى، لو ما كانش الظلام الضو ما عنده حتى معنى. وبنفس الطريقه لو ما كانش الفشل النجاح ما عنده حتى معنى.